على الهاتف المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ محمد مساء الخير. خير أستاذ إبراهيم على حضرتك والباشمهندس عادلي وكل مشاهدين قناة الأهلي الكرام. أهلا بك يا أستاذ محمد. الحقيقة الفترة اللي فاتت ولا زالت الناس كلها سؤال الساعة، صدر حكم لصالح الكابتن محمود الخطيب وعائلته ضد مرتضى منصور فيما تعرض له الكابتن الخطيب والأسرة من سب وقذف. المحكمة أصدرت في الشق النهائي ليها حكم بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ، والكل بيسأل إزاي ما تمش تنفيذ الحكم؟ إحنا مش قانونيين فلا يفتى وإنت على التليفون. أولا خلينا أوضح إن الحكم اللي حضرتك بتتكلم عليه ده صدر بتاريخ 10/8، صدر من دايرة استئنافية. الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بنص المادة 460 من قانون الإجراءات هي واجبة النفاذ فور صدورها. الحكم في القضية رقم 430 لسنة 22، لكن بعد صدور الحكم ممكن تبقى في بعض الإجراءات خاصة إذا كانت القضية محجوزة للحكم، يعني لو المتهم موجود في المحكمة وتحت إيد المحكمة ينفذ فورا. إنما بصدور الحكم هو واجب النفاذ فورا، لكن في بعض الإجراءات بتتخذ اللي هي إن يتم حصر الحكم وإقراره من قبل النيابة العامة، ثم مين ينفذ الحكم وكيفية تنفيذ الحكم، دي إجراءات إدارية عقب حصر الحكم بتصبح المسؤولية كاملة لدى وزارة الداخلية. المفروض إن في مندوب من وزارة الداخلية بيتسلم هذه الأحكام بصورة أو بأخرى. هذا الكلام تم، يعني مندوب وزارة الداخلية متمثل في مديرية أمن الجيزة ألا وهي محل إقامة المحكوم عليه تسلم الحكم الأسبوع اللي فات، وأصبح الحكم الآن لدى إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، وننتظر أن تطلع وزارة الداخلية بدورها تحديدا ممثلة في مديرية قطاع أمن الجيزة لضبط المحكوم عليه، لأن هذا الحكم نافذ لا يوجد أي إجراء يؤخذ تنفيذ الحكم إلا إذا أصدرت محكمة النقض قرار بغير ذلك، أو تم تقديم إشكال لدى الدائرة التي أصدرت الحكم لتنظر في مدى إيقاف التنفيذ. بكل الأحوال لا يوجد إجراء في القانون تحديدا في هذه القضية يوقف تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فأن هذا الحكم قائم وساري. مسألة تم تعطيله أو تأخيره حتى الآن ليه؟ هذا السؤال اللي الرأي العام بيسأله إجابته لدى وزارة الداخلية، ننتظر أن تطلع بدورها في هذا الأمر وتقوم بضبط المتهم لتنفيذ الحكم. يعني هو فقط ان المحكوم عليه يقدم استشكال امام نفس الدائره او محكمه النقض؟ لا، الاستشكال لا يخف التنفيذ، قال لك الا بعد التنفيذ. من حقه يقدم طلب للنقض او يطعن بالنقض خلال 60 يوم من تاريخ الحكم، لكن هذه الاجراءات لا توقف التنفيذ. في فرق ان انا اتقدم بطلب اطلب وقف التنفيذ، وفرق ان المحكمه تجيبني الى هذا. محكمة النقض لن تنظر فيما يخص الطعن ده لما يتعمل قبل مرور 60 يوم. أيضا تقديم طلب بدعوى تنازع الاختصاص، هذا الطلب كل المشتغلين بالقانون والمجتهدين له أو يعني أي حد في كل حقوق يعلم أن أي طلب من هذه الطلبات لا يمكن التنفيذ، ومن ثم فأن تنفيذ الحكم قائم حتى هذه اللحظة. إذن دعني أفهم ومعي السادة المشاهدين اللي حضرتك مسميهم الرأي العام، أن حكم التنفيذ الآن قائم ولن يبطل إلا مثلا بعد 60 يوم، فات منهم 15 يوم تقريبا. لا، الحكم قائم إلى أن تقضي محكمة النقض بغير كويس. ذلك ما أنا كويس، يبقى أنت لسه لك حوالي 45 يوم لن تنفذ فيهم. لا ولا بقيله في أي وقت ما دام ما صدرش حكم. أنا قصدي أقول خلال، بلاش بقيله. أستاذ إبراهيم أنا فاهم، بسأل السؤال عشان أوصل لحاجة. اسمعني يا محمد بيه والنبي. فات من مهلة الستين يوم اللي لازم يتنفذ فيهم الحكم قبل انعقاد. لا، اول هي مش مهلة الستين. ايوه هو قال مش ملزم. طب لحظة واحدة عشان كده انا عايز اسمع الجملة دي. لو انا مكان المتهم هقول لك ايه؟ هفضل اراوغ واستخبى واروح واجي ومحدش ينفذ ونتأخر في الاجراءات لحد ما الستين يوم يجوا على امل ان النقد يقبل استشكالي. ده ممكن؟ لا اعتقد الكلام ده صعب جدا. طب هو ده اللي بقوله. طب هو خلينا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه والنبي خليه يجاوب على دي. اتفضل. طب خليني بس اوضح حاجه، هي 60 يوم هي المده اللي المتهم من حقه يطعن فيها، وايضا النيابه العامه ايوه
اتفضل. الخط قطع ولا ايه؟ يا جماعه شوفوا الصوت راح فين؟ يا استاذ محمد. اه. هنجيبه تاني. هو انا ليه بسال السؤال ده؟ لان القانون موجود للتنفيذ، ولكن هي قانونيه قد ترجئ او قد تعطل او قد يحدث ما يحدث. فاذا كان يعني من الوارد ان استهلك ال 60 يوم دي لحد ما تجتمع. طب خليني اقول حاجه، ال 60 يوم ما هياش مهله، هي مهله للمحكوم عليه ان هو يقع. أيوة. انما لو استنفذها هذا لا يوقف. يا استاذ محمد انا قصدي كده، هو هيقدم. اوضح بس حاجه. اتفضل. حاجه اتفضل. يوم اتفضل. هي طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه هي مده الطعن. صحيح. محكمه النقض. ايوه كويس. المده دي مش ملك المتهم وحده، لا، ال 60 يوم دول من حق النيابه ايضا. ايوه الطرفين. وبالتالي مساله ال 60 يوم انا بقولها ليه؟ ان ورق القضيه لن يتم اتصال محكمه النقض بيه قبل مرور هذه المده. ده في طعن الموضوع. شفت بقى تمام. انه عشان اذا محكمه النقض لن تنظر قبل مرور 60 يوم. بالظبط كده. وخد عليها شهر كمان ان الاوراق توصل للنقض ثم تقيد امام محكمه النقض، ثم لو حد تحدد له. طيب خلال المهله دي بقى خلال المهله دي هل املك انا عدل القيعي في هذا الظرف ان انا اتصرف بطريقه تمنع او تعطل التنفيذ لحد ما المحكمه تنعقد؟ لا يوجد اي اجراء قانوني يوقف التنفيذ، التنفيذ قائم وساري، واجب على جهات الضبط ان تقوم بضبط المحكوم عليه. اذا هي مهله ال 60 يوم ما هياش مهله، هي فقط المده القانونيه الفاصله. ايوه المده القانونيه الفاصله من صدور الحكم لحين النظر في الطعن بتاعه. مساله مهله. المحكمه لن تنعقد قبلها. ايوه ايوه. فانا لو منتظر انا علشان تنعقد المحكمه وتديني راي، مش ممكن قبل 60 يوم زائد الشهر الاجرائي، فانت عندك 90 يوم. من على ارض الواقع بقى، الواقع الواقعي، يبقى انا ممكن خلال ال 90 يوم دول افضل في محاولات ارجاء التنفيذ بصوره او اخرى، وصولا الى ان المحكمه تنعقد، وربما اامل. لا دي النقطه اللي هيوضحها. لا اتفضل. ده اللي حاصل اهو. اتفضل. لا يوجد اجراء. أيوة. في القانون يوقف التنفيذ قولا واحدا. بالظبط. انما ممكن يتهرب المحكوم عليه من التنفيذ حتى الوصول لهذه الفتره او للمده عشان يروح يتنفيذ. طيب ما هو ده اجراء غير قانوني. ولكن وهنا لا يقدم للطعن الا منفذ للحكم. لازم ده لما يتحدد جلسه النقض. انا مش عايز اروح بعيد قوي كده واتكلم في التنفيذ. لا انا اسالك، خلينا بعيدا عن الموضوع ده تحديدا. ما هي فرصه عشان ثقافتنا القانونيه كلنا تكتمل. طب انا قدرت بطريقه او اخرى ما يتنفذش الحكم ده خلال المهله دي. ايوه. لما اجي بقى محكمه النقض تنظر في الامر، لازم امثل امامها وانفذ؟ لابد من للمتهم للمحكوم عليه ان يقوم بتسليم نفسه، ده المتهم الهارب، امام محكمه النقض، وده من شروط نظر الطعن، والا لا يقبل الطعن. اذا على الاقل هينفذ يوم. كما هيقدم نفسه للمحكمة وللتنفيذ، لو المحكمة حكمت في نفس اليوم هيتنفذ الحكم سواء بالتعديل أو بتعديل الحكم أو بتأييده. إنما في النهاية مهما أرجئ الأمر هيتنفذ. طبعًا. وبعدين مدة 90 يوم اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مدة بعيدة جدًا، لأن ما حصلتش إن يكون في حكم. أنا باخد على فكرة، أنتم متصورين إن أنا فاهم. أنا باخد بعقليتي، أنا لو عايز ان انا استفيد اطول المده. نعم. هروح للحد الاقصى. واخد بالك؟ الحاله دي بيسمى متهم هارب. هارب وماله؟ اي جهه ضبط ان تقوم بضبطه، واجب على اي جهه ضبط ان تقوم بضبطه. كويس قوي. كويس قوي، بس انا شاطر. احنا نتخذ اجراءات للتنفيذ. ما هو مفهوم يا محمد بيه؟ والله العظيم انا فاهم النقطه دي. انا بتكلم لسه بقول الواقع والواقعيه، ارض الواقع بيقول ان ما تمش التنفيذ. على الأقل لحد دلوقتي. ومش عارفين هيتم التنفيذ إمتى، دون دخول في تفاصيل وأسباب. أنا بتكلم على الأرض الواقع، إيه اللي هيحصل واللي ممكن يحصل، وإيه القانوني وإيه الغير قانوني، ومتى يسقط الأمر ومتى لا يمكن إسقاطه. فعرفنا دلوقتي من حضرتك باختصار شديد، سواء تم التنفيذ الآن أو بعد الأقصى مدة ممكنة هيتم عشان محكمة النقض مش هتنظر
الا بعد التنفيذ الا والمتهم حاضر. ده النقطه اللي ايه اللي لخصناها عشان الراي العام يفهم، مش عشان احنا عايزين ايه. الراي العام ملوش دعوه احنا عايزين ايه. النادي كان قدم بلاغات جديده مش كده؟ بص، هي كل الحلقات اللي فاتت ديت على مدى الاسبوع اللي فات اللي فيها تجاوزات احنا اتخذنا بيها اجراءات قانونيه. هذه الاجراءات بتتضمن برضو السب والقصف، وفي عبارات بتعتبر فيها نوع من تناول القضاء وتناول موضوعات منظوره امام المحاكم، وده مجرم بنص قانون العقوبات. ايضا اجراءات للاستاذ كرم جبر بخصوص مواثيق الشرف الاعلامي، وتناول هذه الامور بهذا الشكل بهذه الصوره على احدى القنوات الفضائيه التابعه ليه. ايضا من بين البلاغات اللي تم التحقيق فيها هو نشر اخبار كاذبه، نشر اخبار كاذبه ان تم الترويج ان هذا الحكم تم وقفه، وبعض المواقع سقطت في هذا الفخ ونشرت بشكل واضح وصريح وقف تنفيذ الحكم دون ان يكون هناك لا شهاده من جهه رسميه تقول ده. وده كان محل خصومه وبلاغ احنا تقدمنا بيه ضد المحكوم عليه وبعض من روج لهذا، باعتبار ده ترويج لاخبار كاذبه. والنيابه العامه بشرت التحقيقات في هذا الموضوع وقدمنا كل الادله اللي تفيد ذلك. يعني كده لو رجعنا للحكم الصادر وهو حكم نهائي، جهه التنفيذ زي ما حضرتك قلت وزاره الداخليه المنوط بها دلوقتي تنفيذ هذا الحكم. بالظبط كده، وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الحكم. طب يعني في تفسير لعدم التنفيذ حتى الآن؟ أشوف ممكن في بعض الإجراءات خدت ثلاث أو أربع أيام أو أسبوع. أيضاً إحنا تقدمنا بأوراق وبطلبات لهذه الجهات من خلال القنوات الرسمية والقانونية. إن مسألة يقوموا بالتنفيذ إمتى دي مسألة القرار فيها بيرجع لوزارة الداخلية ولأمور مرتبطة بعملهم، وقد يكون أمور أخرى. كده الحكم بينتقل من دوائر القضاء إلى جهات التنفيذ وهي مديرية أمن الجيزة. قولا واحدا، حكم الحبس موجودة الآن في مديرية أمن الجيزة لإنفاذه. بالضبط كده. طيب تمام. أستاذ محمد، كان في بلاغات كمان سابقة كانت قدمت والمكتب الفني للنائب العام حقق فيها مش كده؟ بالظبط، في ثلاث بلاغات ما زالوا محل تحقيق لدى نيابه استئناف القاهره، وننتظر ان يتحدد لبعضهم جلسات في اقرب فرصه. تمام، نشكرك على الايضاحات. اذا كان عندك حاجه عايز توجه رساله من خلال هذا الحوار العلمي الرائع، انما يعني اعتقد انك وضحت اهم حاجات في هذا الامر. لا أنا بس لو أذنت لي حضرتك خليني أقول إن مسألة ترويج أضاليل أن هذا الحكم تم وقف تنفيذه، أيوه، دي مقدمة لمحاولات الهرب، وأعتقد إن محاولات الهرب هتبقى مسألة يائسة، لأن أنت بتضع الدولة وبتضع بعض الجهات المهمة في موقع وفي موضع حرج. إحنا بصدد حكم قضائي، العالم كله يعلم بصدور هذا الحكم اللي يعتبر نافذ. الحكم ده لم يكن انتصارا للكابتن محمود الخطيب، انما انتصار للقضاء ولدوله سياده القانون اللي احنا دايما بنراهن عليها، ومخطئ من يعتقد انه فوق القانون، والحكم ده ان شاء الله هيتم تنفيذه. والمفروض يا استاذ محمد انت كده الجزئيه بتاعت وزاره العدل كمان كانت اهابت بالجميع انه ما حدش يتعرض بما يفيد ان هذا الحكم تم الطعن عليه او تم قبوله، وقالت الامر يصدر فقط من الدوائر القضائيه. يعني طبعا بيان الوزاره بعد ان تم التعليق على الاحكام بصوره تنال منها او تمستها، وايضا تناول العديد من الساده القضاه بصوره او باخرى، اعتقد ان بيان الوزاره كان ياتي في هذا السياق اللي بيهيب بالجميع عدم تناول هذه الامور بصوره تؤثر على العداله. في توضيح حاسب الحقيقه. هل لديك اقوال اخرى تبي تقولوها للناس كلها فرصه ان احنا نقولها لك انت؟ لا، تحياتي لحضرتك والباشمهندس. شاكرين جدا يا محمد بيه، قناه النادي الاهلي. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، موضحا على ان الحكم الصادر للكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور
في واقعة سب وقذف الكابتن الخطيب وأسرته، قد انتقل لحيز التنفيذ لدى وزارة الداخلية وتحديدا مديرية أمن الجيزة كجهة منوط بها تنفيذ هذا الحكم، الذي تم التأكيد أيضا على أنه أبدا لم يتم نقضه، أبدا لم يتم صدور أي حكم بشأنه، وبالتالي فهو حكم مع الشغل والنفاذ ينتظر التنفيذ.